بياع السكر ابن العطار العجوز قال لي حطي السكر على اللبان المدكر واستعدي للمدارس ووفري فلوسك، ده كنز عظيم وإنجاز فظيع للشباب والصبايا والعجوز، ده كنز لا يقدر بثمن هيحقق حلمك. السكر كان خلصان في البيت فنزلت أشتري سكر. العطار قال لي يا مامي تسولة هقول لك حتة فكرة موروثة عن العطار اللي هو بابايا. قلت له ماشي قول، بس هتعمل إيه؟ قال لي هتوفر ألوفات مؤلفة، بجد فكرة عبقرية. صلوا على رسول الله. لو أول مرة تشوفوني أنا مامي سولة إسراء فتح سكتشن. شاركوا الفيديو علشان الكل يستفاد واضغطوا لايك واكتبوا لي بتشوفوني منين. قال لي بياع السكر بنبدأ نجيب معلقة كبيرة من اللبان الدكر اللي هو اللبان المر أو العلكة المرة. قلت له ماشي وبعدين؟ قال لي هنبدأ إن احنا نضيف ليهم معلقة من السكر. قلت له وبعدين؟ قال لي قلبي بقى كويس كده السكر مع اللبان الدكر. صلوا على رسول الله. لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش تشاركوا الفيديو. شكرا جدا لكل الناس الجميلة اللي بتشارك فيديوهاتي، وشكرا جدا برضو لكل الناس الجميلة قوي اللي هتشارك الفيديو ده علشان الكل يستفاد. طحنت كويس قوي السكر مع اللبان المر لحد ما بقوا عبارة عن بودر ناعم. بجد كنت رايحة مشوار مهم جدا واتصلت بصالون التجميل وكنت عايزة اعمل حاجة كده وقالوا لي بمبلغ رهيب، فقلت لهم ليه وعلى ايه؟ ده انا هعمله في البيت بخمسين جنيه على طريقة بياع السكر. الوصفة دي للشباب والبنات والصبايا والعجوز مش بس للبنات. عصرت ليمونة كاملة وحبدأ كده ان انا اضيف معلقة صغننة من العسل النحل. بعد كده بقى هبدأ ان انا اضيف معلقتين من الحليب من اللبن. تمام، انا عايزة اقول لكم كنت رايحة مشوار مهم جدا جدا واتصلت بصالون التجميل وقلت لهم بكام، قالوا لي تقريبا بعشر تلاف جنيه. قلت لهم هو ايه ده اللي بعشر تلاف جنيه؟ ده انا هعمله مش هيكلفني اصلا عشرين تلاتين جنيه بجد. قالوا لي طب ازاي؟ قلت لهم ده سر ومش هقوله غير للمتابعين. بعد كده كنت جايبة الكركديه زي ما قال بياع السكر، وجبت كده شوية حلوين من الكركديه ومية سخنة وسبتهم منقوعين لمدة 3 ساعات لحد ما بردوا تماما والكركديه نزل كل الفوائد. بعد كده خدت معلقة كده حلوة من الكركديه وبدأت ان انا اخلط كويس اوي الكركديه مع كل المكونات. بجد الوصفة دي رهيبة. وانا بعمل التسجيل دلوقتي اتصلوا بيا صالون التجميل وقالوا لي مامة سولة. قلت لهم ايوه نعم. قالوا لي احنا نزلنا لك السعر الخمس تلاف. قلت لهم حتى لو بألف جنيه مش جاية، ايه ده اضيع فلوسي على الكلام الفاضي ده؟ ده انا هعمله واصلا مش هيكلفني اصلا فلوس والنتيجة بتاعته جبارة. بجد انا عايزة اقول لكم بتروح تصرفوا فلوس كتير قوي على صالونات التجميل وفي الاخر بنأذي بشرتنا. الحاجات دي مفيدة وطبيعية وبجد الوصفة دي هتخليكي بصي قمر، هتصغرك عشرين سنة وانت كمان هتصغرك عشرين سنة. ضفت معلقة من الكورن فلور اللي هي النشا وحضيف كده بالظبط الثلاث معالق من الدقيق على معلقة من الكربوناتو. هقلب كويس قوي كل المكونات مع بعض. طبعا هنقلب كويس جدا هيتحول معانا زي فوم ناعم تماما. بص الفوم عامل ازاي؟ ناعم تماما مفيش اي تكتلات. قال ايه بعشر تلاف جنيه؟ هو انا مجنونة علشان اروح ادفع عشر تلاف جنيه واذي بشرتي؟ طب ما انا اعملها في البيت واخلي بشرتي كده فلتر وكمان اصغر نفسي. انا يمكن مش محتاجة اصغر، بس لو انت كده فوق الاربعين فوق السبعين لو حتى فوق التمانين سنة انت هتصغري عشرين سنة. ولو انت زي حالاتي فعادي ان احنا نهتم ببشرتنا بدل ما هي بهتانة من قلة الاهتمام ونخلي وشينا ينور كده. بجد الوصفة دي يا بنات هتخليكوا توفروا الفلوس اللي بتروحوا تصرفوها برا، وانت كمان لو كل يوم في الشغل فالوصفة دي هتجيب معاك من الاخر. على فكرة الوصفة دي للشباب والبنات جبارة. هناخد الفوم ده وهنفرده على وشنا لمدة خمس دقايق فقط لا غير. بالنسبة للبنات تقدر تستعمل اي منطقة داكنة في جسمك وتسيبيه برضو عشر دقايق وتدلكيه في حركات دائرية. ايه اللي بيحصل يا شباب ويا بنات لما بنسيب الفوم ده خمس دقايق وندلكه في حركات دائرية؟ بصوا قبل ما نحط الفوم ده على وشنا نغسل وشنا بمية دافية بقدر المستطاع علشان نفتح المسام. نحط الفوم ده لمدة خمس دقايق بالظبط وبعد كده نغسل وشنا بمية باردة تاني علشان نقفل المسام. اول حاجة بيزيل التجاعيد نهائيا، انسي التجاعيد. حتى لو سنك سبعين سنة بيقضي على الحبوب والتصبغات بيفتح البشرة من ثلاث لاربع درجات بيزيل الرؤوس السوداء.